Okay, miss, this is our lesson, which is about Piet Mondrian. Piet Mondrian is one artist, is one from the famous artist, okay, بالعالم. كان عنده مثل جملة هو مشهور فيها, art is not made for anybody and is at the same time for everybody, okay? So هو بنظره انه كل العالم هي artist, نفس الوقت انه ما حدا فينا artist, okay? انت بتقدر تكون artist منك لحالك, okay? So our objective, so you have to summarize the life and work of Piet Mondrian, okay? You have to learn about geometric shapes and color as they create a picture in the style of Piet Mondrian. So you have to know the color that Piet Mondrian uses in their painting, okay? And you have to recognize his work still affecting design in use today. هنشوف انه الديزاين اللي له عم نضلنا نشوفه بحياتنا, okay? هيدا هو الشخصية اللي هي Piet Mondrian, okay? هيدا الخطيار اللي قدامنا. بس نعرف هيك كم شغلة عنه لبيات مونديون. هو داتش بينتر, اوكي؟ بلش كان هو كتير يستعملوا الابستراكت اللي له, كانوا كتير يستعملوهم بالبيلدينج تعول العالم. بس كانوا بدهم يعمروا انتيرير ديزاين واركتكتشر, كانوا يستعملوا الابستراكت تعول بيات مونديون. كان يستعمل geometric design, geometric shapes, كان يستعمل primary color. هنشوف هلا شو هن ال primary color. Okay. هيدي one of the painter اللي استعملها Piet Mondrian. هلا هنشوف شو هي اسمها. Okay. اللي بدنا نعرفه انه Piet Mondrian began as an artist by painting realistic landscape, okay? لما بلش هو يرسم كان يرسم كل شيء around him, يعني يكون قاعد مثلا بالطبيعة يشوف شجر حواليه بيوت يرسمون. بعدين غير الطريقة Piet Mondrian and he changed the way he painting and he didn't want his picture to look like nature, okay? ما بده البيكتشر اللي له يكونوا بس خصم بالطبيعه, بده يخترع شيء هو منه لحاله. So شو عمل باختراعه؟ جمع الكولر مع اللاين together. So he wanted to explore how color and line work together, okay? كان Piet Mondrian ما يستعمل details بالرسم, so كان كل شيء عنده كتير simple, يعني يستعمل line وcolor. من خلال هيدي الصورة, can you guess which colors he liked to use the most? فينا نعرف انه من خلال هيدي الصورة كان يستعمل هو red, yellow and blue. Red, yellow and blue هن اللي منسميهن primary color, okay؟ So صار عنا three information, استعمل geometric, استعمل line, استعمل primary color اللي هن red, yellow and blue, plus كان هو كان يرسم nature و realistic landscape لحتى انتقل للgeometric والline. مثل ما قلنا ال primary color هن red, yellow and blue. So Piet Mondrian هي horizontal and vertical. كان يستعمل بس هو two line. نجي لناخد شوف example, okay? Sometimes he would change the thickness of the line, other time he would place the lines close together or far apart. يعني سوري بس يعني كان هو يبعد اللاينز عن بعض او يقربهم عن بعض, وكان يتحكم باللاين, شي يعملوا رفيع شي يعملوا تخين, اوكي؟ يعني اذا بتشوفوا هون من هون لهون غير من هون لهون. اوكي خلينا نعمل نشيل اللي رسمهم صائب على ال اوكي لنكمل.
هدول. اوكي تعال نشوف الريل اكزامبل. وين كانوا يستعملوا رسمات بيت مونريون؟ كانوا يستعملوها مثلا ليعملوا فرنتشر، تيبل، شير، كانوا يعملوا كمان الحيطان، يعملوا ديكوريشن عليهم. طلعوا وين كانوا يستعملوه باللايتنج. They used the style of Mondrian using the lighting ليعملوا ديكوريشن لللايتنج. And the architecture يعني البيوت. اوكي بلس كانوا يعملوا dresses، كانوا يعملوا للكبار وكانوا يعملوا للبيبيز. اوكي اوكي هون بدنا نجي نركز شوي. He changed the way he painted from nature، يعني he start from this painting. اوكي بلش اول شيء بحياته يرسم هول painting اللي هن بيوت وشجر nature، لحتى غير لحتى البينتينج صاروا color and line work together، يعني صار في بس عندي line and primary color. هدول another example. طيب ركز هون شوي، لازم نعرف الاسامي تعول البينتينج تعول بيت مونريون. بس نشوف هيدي اوكي في التري بالنص لونها ريد، دغري بنعرف انه هي اسمها ذا ريد تري. اوكي نعرف من الصوره بس نلاقي هيدي الشجره الكبيره يعني هي اسمها ذا ريد تري. تعال نشوف هون بس نلاقي هيك كيوب صغار كتير 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 سوري سكوير كتير صغار والوان وفايتين ببعضها بنسميها فيكتوري بوجي ووجي. اوكي عنا هيدا بس نلاقي ريد سكوير كبيرة بنسميها كومبوزيشن وذ لارج ريد بلان يلو بلاك جراي اند بلو، لانه استعملوا اليلو استعملوا بلاك استعملوا الجراي استعملوا البلو بس في لارج ريد بلان. اوكي نجي لهون كلمة لوزانج هي بالفرنش اوكي معناتها مثل دايموند. اوكي سو لوزانج with four lines and gray، دغري بس بدنا نشوف 1 2 3 4 line وشكل دايموند اسمه لوزانج with four line and gray، يعني بس تطلعوا من الصورة دغري بنعرف الأسامي. اوكي هيدا فيديو بتحضروه انتو بالفيديو هيدا. الكونكلوجن مثل ما حكينا بيت مونريون واز اي داتش بينتر. اوكي كان يستعمل بلش بالرياليستيك لاندسكيب اللي هن الناتشر، بعدين صار يغير الستايل اللي له لحتى يعمل ابستراكت ايمج، هيدي بنسميها ابستراكت ايمج. اوكي the more Mondrian looked at the tree building and vase the more he saw their basic shapes and color، لما كان يطلع على الناتشر كان يشوف basic shapes اوكي و colors. اوكي Mondrian style consists of geometric shapes، مثل ما عملنا كان مثل ما قلنا كان يستعمل geometric shapes and the primary color. primary color هنا red yellow and blue. geometric shapes مثل square. اوكي هو كان يستعمل rectangle and square بس. اوكي اوكي مس anyone have a question؟ فيكم تعملوا unmute for yourself اذا anyone have a question. مس I love art. Yes. Thank you. طيب زهراء do you have any questions about the lesson? I love so much art. Math? Yes. Yes. Yes, miss. Miss, I love you. Thank you. I love you too, yeah, miss. Miss, I love art. I love you too, miss. يلا miss, and I miss you all, yeah, miss. I love art so much. I love you. I miss you all, yeah, miss. I love you. يلا let's نخلينا نرجع شوي للليسن يا ماس. I need to ask you some question and you have to answer. اوكي ما حنقي حدا معين، اللي بيعرف الانسر
He can answer. Okay. Okay. شو قلنا هن ال primary color اللي استعملهم بيت مونجيون؟ Red, yellow, blue. Red, yellow, and blue. Red, yellow, blue. Okay. Red, yellow, blue. Okay. Piet Mondrian can يستعمل. Piet Mondrian can يستعمل geometric or organic shapes. Geometric. Bravo, Asil. Okay. Piet Mondrian can يرسم in nature ولا أول شيء ولا كان يرسم basic shapes؟ بشو بلش؟ Nature. شو كان يسموهن؟ Nature. Okay. إلن اسم معين لازم تعرفوه. شو كانوا يسموهن؟ Letters. اوكي بنقول realistic landscape. Realistic landscape. اوكي. Realistic landscape. برافو. عنده paint البيات مودريون عنده paint هيك على شكل diamond. شو بنسميه؟ شو في بقلبه؟ Black. فيه هيك diamond في بقلبه شيء. Color. No. White and black. Color. في بقلبه four line. Okay. شو بنسميه لزوج؟ Four line. Okay. مش بدي منكم بعدين. Okay. مش بدي منكم بعدين ترجعوا للليكتشر. وبدي منكم ترجعوا تشوفوا تدرسوا منيح الأسماء، أوكي؟ تعرفوا كل واحدة بوحدتها شو هي، أوكي؟ لأنه بعدين إذا عملنا بعدين كويز حأسألكم عنهم. اوكي سو اني كوشن فور ذا ليسن وهيدا الويك ما كان عندنا لحظه مس ما كنت عارفه شغله هيدا الويك ما كان فيه هيدا الويك ما كان فيه ورك شيت نحن بنعمل 1 ويك ارت 1 ويك لوجيك سو هيدا الويك كان ارتس نيكست ويك عندنا لوجيك اوكي ايوه انا بعلمكم ارت اند لوجيك سو هذيك الجمعه كان عندنا لوجيك هذه الجمعه عندنا ارت اوكي 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 جريت سو اني كويشن اباوت ذا ليسن بيفور وي ليف هذه كانت الليسن هي كثير صغيره بس بدي منكم بليز ترجعوا قبل بديكم ترجعوا للليسن اللي قبل ذا ليسن واز سو ايزي يس اتس سو ايزي ما فيها شيء صعب اوكي اني بس خليني اخذ بيفور وي ليف خليني بس اخذ الاتندنس بليز اوكي اوكي جريت يا مس سو يو كان ليف سو سي يو سون اند ستاي سيف يا مس اوكي We'll finish our lesson. Bye, miss. Bye. Bye, miss. Bye. I love you so much. Bye. 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 B